أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا استيقظت في وسط الليل وأريد الانتفاع بالقرآن، فهل أقرأ التفسير وأتدبر الآيات أم أني أصلي صلاة التهجد؟ فأيهما أحسن للاستفادة، علما بأنني لا أحفظ كثيرا من الآيات؟ إذا قمت من الليل تتهجد وتقرأ في صلاة التهجد، وإذا صليت ما تيسر لك وقرأت في بقية الوقت من القرآن شيء طيب. أما التفسير له وقت آخر، خصص هذا بالقرآن، والتفسير له وقت آخر. نعم.